يعني كلكم كيظهر ليا كتنتظروا النتائج ديال الاجتماع ديال الأمانة العامة اللي جات من بعد البلاغ ديال الديوان الملكي. اولا تنقول لكم انه هذا الامر غيصدر فيه بيان مفصل بعد بضع ربما ساعة او ساعتين او بضع ساعات على اكثر تقدير غير باش نكملوه. ثانيا بغي نقول لكم باللي اللقاء ديال الامانة العامة كان لقاء يعني هادي واضح صريح، أظنه كان الإخوان في جميعا الصادقين، بل إذا جاز أن أقول أنهم الحمد لله في العموم رغم بعض اللحظات الصعبة كان هنالك جو من الانشراح. هذا اللقاء يعني تطرق البلاغ ديال الديوان الملكي والمعاني ديالو والقرارات اللي فيه وكان الحوار كله مشى في اتجاه التعامل الإيجابي مع هذا البلاغ والتثمين ديال الأمور الإيجابية اللي جات فيه. طبيعة الحال هذا الشيء سبق، هذا البلاغ هذا كيوضع حد للرئاسة ديال الحكومة ديال الأمين العام اللي هو الأخ ديالكم عبد الله عبد الكريم. وأنا القضية هذه كان لها ما كان لها من تأثير على بعض الإخوة والأخوات، ولكن كان الحمد لله هنالك اعتزاز وافتخار بالمسار اللي قطعوا الحزب تحت القيادة ديال الأخ ديالكم والمسار اللي قطعت المشاورات، وكان ظن ان هذا الشيء في انسجام مع التعبير ديال البلاغ ديال الديوان الملكي. ففي النهايه وصلنا لما يشبه الاشباع، ماشي ما يشبه الاشباع، التفاعل الايجابي مع البلاغ ديال الديوان الملكي، ولكن كذلك احتفاظا واحتراما للمؤسسات الحزب وطبعاً الحال المجلس الوطني. فقد تقرر أن نجمع المجلس الوطني يوم السبت إن شاء الله الرحمن الرحيم على الساعة 10 باش نتداولوا في الموضوع بحال اللي تداولنا اليوم، وباش نمشيو إن شاء الله الرحمن الرحيم في الاتجاه اللي مشينا فيه اليوم بطريقة ديمقراطية تحترم الإرادة ديال الافراد ديال الحزب الممثلين لاخوانهم اللي هما الاعضاء ديال المجلس الوطني.